الى شمال افريقيا تقريبا. شمال افريقيا ما ادري ان كان في قطعه من اسبانيا تشوفه ولا، لانه في واحد اللي قاله السهيلي من المؤلفين اللي بالاندلس. بالاندلس قال انه منسوب المكان يرى فيه السهيلي. لكن عالم النجوم وابو عبد الله، الله يبيض وجهك يا ابو عبد الله. مع قدامنا شاشة التلفزيون، بالإضافة إلى هذا قد أقرب، هذا الكتب المنزلان بديف. نعم، هذه كتب كبيرة. هذا كتاب قديم مؤلف عام 356 هجري. 356 ما شاء. هذا في الأصل في كتب عن الكوكبات اليونانية 48. 48 وش يوافقهن من النجوم العرب. يمسك كل كوكبة يقول العرب يسمونه كذا. جميل. يعني الحين صار عندنا 48 كوكبة. إيه 48 كوكبة القديمة. القديمة. اللي كانت معروفة عند. طيب. الناس اللي بالجزء الشمالي من الكرة الأرضية. حلو. نبي نطلع العالم الشعبي يا أبو عبد الله. إيش رأيك؟ زين. يلا. الحين يا أبو عبد الله، أنا ورثت من أبوي تقريبا خبر النجوم المزارعين. إيه. هل التوقيت عندنا؟ توقيت المزارع كل منطقة لها توقيت، يعني تختلف من جنوب المملكة الشمال الغربية. عندنا حقين البحر لهم توقيتهم، والبادية لهم، أهل البر لهم توقيتهم، وأهل المزارع لهم توقيتهم. جميل. يعني صار ثلاث توقيت عندنا أو أكثر. إيه؟ لما نجي مثلا جبال السرات لهم توقيت، لهم زروعهم لهم. إيه؟ توقيتهم. أنا بعد سمعت عن منطقتين ظهرنا نحول بيشة. إيه؟ واحدة ما أدري هي نازلة والثانية أرفع منها. إيه؟ بينهم 13 يوم بالتوقيت. بالتوقيت. إيه؟ وبالزراعة ومواقيتها. إيه؟ الاستواء الثمار. يعني معناته الآن أبو عبد الله كل منطقة، لأني أنا أشوف مثلا منطقة تهامة الحجاز على تهامة جازان لهم توقيت بالزروع. أنا سألتهم عن وقت القمح مثلا. إيه؟ كان من المحاصيل المهمة. إيه؟ يختلفون عنا أهل تهامة، يختلفون عنا أهل السرات، يختلفون عنا وحنا نختلف عنهم. إيه؟ جميل. يعني كل منطقة له توقيتها. لا المواقيت اللي تناسب النشاطات. إيه سبحان. إيه؟ الله. لأني أشوف أنا الآن بيننا وبين مثلا وادي الدواسر بالتمور ونجران حوالي شهر أو شهر ونص. إيه؟ تقريبا نضج التمور بالمدينة يختلف. إيه؟ سبحان الخالق. طيب أبو عبد الله، المسميات حقت أبونا أبائنا وأجدادنا اللي هي الجوزة والمرزم، ولا هل توافق العربي في أسماء مناطقية؟ في أسماء للمناطق عامية تعتبر؟ فيه اللي أنا أعرف أكثر اللي وسط الجزيرة العربية، يعني ما أحيطنا لأنه التراث اللي موجود عندنا. إيه؟ على السرات وعسير. إيه؟ وهذا والمنطقة الشرقية والبحر واسع. واسع. كل منطقة أحد أن يتولى التراث حقهم. إيه تراث النجوم. إيه تراث النجوم. إيه؟ فاحتمال أنه تكون الأسماء مختلفة أحيانا، أو يكون في أسماء كثير مشتركة وبعضها يصير له اختلاف بسيط. إيه النجمة لزيرق اللي دائما يطرونه هلال البحر، وش يقصون فيها لزيرق؟ أنا أعرف الحيمر. أو الحيمر. إيه؟ الحيمر السماك الرامح. هو السماك الرامح. إيه؟ هو منتشر الحين، يعني بسبب بعض الحسابات اللي لها انتشار كبير انه قلب العقرب، لكن الصحيح انه السماك الرامح. يعني اهل البحر الاحمر يا ابو عبد الله، اهل البحر الاحمر يعرفون انه السماك الرامح. السماك الرامح اللي الان هذا معروف عندهم انه السماك الرامح. إيه؟ واهل البحر الخليج العربي وبحر العرب يعني عمان وذا نفس الشيء يعرفون انه السماك الحيمر هو السماك الرامح. الرامح. اي ويؤيد هذا بعد البحارة القدماء المهري. إيه؟ قال انه السماك الرامح. إيه؟ السماك الرامح. إيه؟ يعني في اختلاف زي ما اختلاف بالنباتات. إيه؟ اختلاف برضو باسماء النجوم القديمه إيه احيانا يكون في اختلاف، واحيانا الحمر هذا متفقين عليه. إيه؟ متفقين عليه كل الساحلين متفقين عليه.
لكن بعض النجوم النعايم مثلا. هي النعايم. ايه النعايم معروف عند البادية مثل شمر وعنزة وعتيبة شمال الجزيرة. هي ايه ايه بنات نعش. بنات نعش ايه. عند الدواسر النعايم نجوم جنوبية. نجوم جنوبية. ايه. ايه هذا الان هي احنا نسميها احنا بنات نعش. أيه؟ ويسمونها السبع. أيه؟ ويسمون بعض المناطق بنات النعايم. أيه؟ عند العرب هل يتسمى الدب الاكبر؟ لا هذا يوناني. يوناني كلمه. أيه؟ الدب الاكبر. احنا ودنا ودنا نعرف ودنا هذا الشيء اللي بلا صله. ودنا نتخلص من هالدب الاكبر والدب الاصغر. وش تسمى؟ العرب عندهم بنات نعش. بنات نعش. أيه؟ يعني كلمه بنات نعش اسم عربي فصيح. أيه؟ قديم هذا قديم بالحين. ايه بنات نعش وال نعش وبني نعش كل هذول. ايه والتالين اللي يسمونه السبع هذه بعد عربيه يعني عندنا بالموروث الشعبي. بالموروث الشعبي. ايه يعني كلمه الدب الاكبر. إيه؟ يونانيه. ايه ايه ترجمه انا اليونان. العرب ما عندهم دب. ايه ما عندهم. يعني معناته خلاص اعدل انا. إيه؟ اجل انا اليوم يا ابو عبد الله جايك ماني بطالع باذن الله إلا معدل أسماء النجوم براسي. وهذه حتى تعرفها يعني بسهولة موجودة بالتطبيقات. بقى التطبيق. تطبيق ستيلاريوم. باقي التطبيقات لا يمكن ماشين على النجوم اليونانية. اليونانية. بينما ستيلاريوم هذا تم تعريبه. أسماء النجوم الأصيلة العربية هذه محقق فيه. إيه. اشتغلت عليه وحققت. جميل. الله يبيض وجهك يا ابو عبد الله. اجل ببدا اعتمد انا عندي عده برامج النجوم عندي 3 أو 4 برامج. أيه؟ لمتابعه النجوم والكواكب لكن الان أثبت على البرنامج هذا حتى تعرف اسماء النجوم العربيه الفصحى موجوده في ستيلاريوم فقط. ايه طيب ابو عبد الله الحين المربعيه 3 نجوم. أيه؟ المربعيه الاولى والثانيه والثالثه. أيه؟ الاولى هي الاكليل. أيه؟ والثانيه هي القلب والثالثه هي الشوله. أيه؟ طيب السؤال كلمة الإكليل والقلب والشولة عربية ولا يونانية؟ لا عربية. إيه. إيه. اليونان ما بالعادة ما يسمون تسميات النجوم يعني مع بعض يسمون كوكبة. كوكبة كامل. مجموعة نجوم. إيه. اليونان عندهم هذه العقرب. إيه. العقرب عنده عند العرب أكبر شوي. أقرب اليونان زائد الزبانة لأنه هذه زبانة العقرب. إيه. هذه مع إيه. إيه لكن كلمة الإكليل والقلب والشولة والطرف والصرف والهنع ولا أيه؟ 28 نجم. أيه هذه عربية؟ هذه عربية. أيه؟ يا سلام عليك كويس هذه أنا مغيبة. أيه؟ إيه واللي يبي يغيبهم بعد فيها منظومة من 4 أبيات. جميل 4 أبيات فقط. إيه اللي يقول شرطنا بطين اللي خلى بحطها بسناب الحالة. أبو عبد الله نبي الـ4 أبيات وصوت. إيه الصوت ما عندي لكن يجيب الله. إيه؟ اسلم. يقول شرطنا بطينا للثريا فدبرهم فدبرهم يعني الدبران. ايه فهقعتها هنع فالذراع فناثر فبطرفه مع جبهة ثم زبرة فصرفت عوى فالسماك فغافر غافر زبانة وأكليل وقلب وشولة هذه نعم. هذه العقرب نعم. نعائم بلد ذابح فهو سائر كذا بلع سعد السعود خباؤهم فقدم وأخر للرشا فهو آخر آخر بيض الله صح لسانك ابو عبد الله. من قال الابيات ذي؟ هذا قالهن والله اني نسيت اسمه لكن نبي نلقاه. اي من العتيق. من العتيق موجود الاسم موجود بالكتاب كتاب الخلاوي. جزاك يعني. الله خير ابو عبد الله انا اشوف لكم تصوير ابداع بالنجوم وتصوير النجوم واشوفكم تروحون مناطق وش المناطق اللي تروحون لها؟ اللي بيصور النجوم بشكل واضح يبعد عن النور عن الضوء. إيه؟ كم يبعد من كيلو تشوفون في مدن وفي هجر لكن نتكلم عن المدن كم تبعدون تقريبا؟ والله احنا نستغل الكشتات لا بعدنا لدهنا من التنهات ووراء. ايه هذه زينة. ايه ولا الهضب انا الرياض يمكن اشوف بعد. الهضب كثير من حقين تصوير النجوم يروحون للهضب. زين ليه؟ زين وبعيد. ها؟ زين وبعيد. زين وبعيد. إيه؟ طيب الربع الخالي. الربع الخالي جيد، كل اللي بعيد عن التلوث الضوئي جيد. ايه. لكن عندنا احنا مثل الرياض واللي حول الرياض يعني انوارها ساطعه. ايه. على الاقل تبعد.
يعني تبعد حوالي 150 كيلو عن المدن. انا رياضي، القصيم صعب شوي لان القصيم مدن بتفرقه لا يبي لك تروح على طريق المدينة، يعني تبعد شوي. تبعد شوي حتى انك تستطيع انك تشاهد و الرصد طبعا بالعين اسهل شوي لكن التصوير يبي لك تبعد. ايه يبي لك تبعد. الله يجزاك خير يا ابو عبد الله. وبالتصوير انا تصويري عادي، انا اهم علي اني اوثق. ايه توثق وتحقق الاسماء والاشياء. الله يكثر خيرك والله يا اخو، جهد سنوات يا ابو عبد الله، الله يجعل بموازين اعمالك. الله يسلمك ويبيض وجهك على هالبرنامج الجميل. طبعا انا بصور لكم اسم البرنامج اللي عجزت انزله الصراحه الرابط، لكن بصور لكم ودخل عليه وتوكل على الله، حطه بكل الجوالات وتستانس تستمتع الصراحه. انا بحط لكم صوره الرابط عيل ينزل، حاولت نغزت كذا ارفق الرابط حتى تضغط عليه ودك البرنامج، والله ما قدرنا، لكن بحط لكم الصوره حقته. أباخذ فر بالغريف اللي عندي، أبو عبد الله عنده مقتنيات ما شاء الله جميلة جدا، الله يبارك له ويجزاه خير. أبو عبد الله هذه كاتبة المغزل. إيه إيه هذا التراث اللي هو تراث من الجزيرة العربية، من الموروث الشعبي. من الموروث الشعبي. إيه إيه المغزل اللي غزلوا به الصوف معروف. إيه إيه وفعلا تقول مغزل. إيه نعم. هي وشي؟ هي هذا نجم الردف وهذول الفوارس عند العرب. ايه وهذه كلها اللي هي اللي يسمونها دجاجة اليونان. ايه كان نبي نشوف وش طيب وش يعني تدخل على البرنامج. دقيقة ابو عبد الله الان تدخل على اعدادات البرنامج يجيك التعريف. ايه ايه هذا طبعا على الويندوز ولا الماك؟ الويندوز او الماك لازم يكون. ايه هذا مختلف على اللي على اللي بالجوالات. هذا موسع. ايه هذا موسع. انه جميع ما كتب عن هالنجمه يا سلام. يلا يا هلا الويندوز كل شيء جاهز. على هذا اللي تو المغزى اللي فم الدجاجه. ايش كنت تسال؟ الفوارس. الفوارس والردف. والردف. ايه وهذا المسميات الاخرى. شايفين مخططاته جميله جدا. سعد السعود. ايه وش يقول عن سعد السعود؟ يبرز كل عود. ايه ايه جميل يعني وقت الربيع الله يديم علينا هالايام دايم. ظاهر السعود مسمينا لنا وقت الربيع. ايه وقت الربيع دايم اسمع هذي هذا البرنامج. طبعا ابو عبد الله عنده ما شاء الله بعض اذا راح يصور ما شاء الله. هذه ما احنا متكلمين عنها لان تكلمنا عنها كثير بالاضافه الى ما شاء الله مراجع. الله يبيض. طبعا قرب من السعيد تسعد ما شاء الله. الله يجزاك خير على هالهدايا القيمه. بس تبي تبلش ببقد اقرا؟ انا لقضبت الكتاب يا ابو عبد الله بيعذروب. اذا قضبت الكتاب بلشت بتلت زينه عز الله. الله يبيض وجهك. دار الثلوثية ومكتبة خباري لا يفوتكم ما شاء الله. الله يجزاك خير يا ابو عبد الله على هالضيافة. الله يسلمك. وأنستنا وسعدنا. نعتز والله. انا من الناس اللي لا قالوا خالد العجاجي قال استانس اقول اعرفه اكيف اتفاخر والله بعرفك. الله يبيض وجهك يجزاك خير والف شكر لك. وانا مثلك بعد والله لا قلت عارفه ابو منصور. الله يجزاك خير. الله يكبر مقدارك ويبيض وجهك يا ابو عبد الله. الحين ابو عبد الله هذا البرنامج. انت الحين شوف اللي قدامي مكتوب بطن الحوت. ايه طيب ارشا وشو؟ ارشا اسم عربي فصيح. ايه اللي هو حبل الدلو. حبل الدلو. طيب بطن الحوت كوكبه؟ لا بطن الحوت هالنجم هذا لانه العرب عندهم النجوم هذه. ايه اسمها الحوت واسمها هرشة وهذا المعنى جنب هالمجموعه. ايه هل ايه هل يقول عن القاضي بقصيدته عشرة نجوم زواهر. زواهر. طيب هذا المقدم. ايه والمقدم والمؤخر. إيه اللي هي كوكبة الفرس.
عند العرب الدلو. الدلو. إيه لأن المقدم المؤخر في الفرغ المؤخر مكان ما تصب الماء من الدلو. إيه اللي عارف إيه هذا اللي هن هذا اللي هن اللي يضيع. إيه يعني الآن كلمة المقدم والمؤخر عربية. إيه. وكوكبة الفرس. طيب هذا وش كاتب هنا أدنو الفوارس دي. أنا ودي تدري وش ودي أبو عبد الله؟ إيه. ترى قاعد أدور ألقى غلط. شوف هذه مثلا العائلة المشتري كوكب. إيه؟ وتكلمت مع أخونا راشد الخنين على الكواكب. دقيقة إيه ما يروح إيه بيته يدور إيه لأنك رحت فوق أنت. إيه أنا أحسته إيه الجوز 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 الجوز. الله هذه أجمل كوكبة. طبعا هذه أقول لك أجمل كوكبة أحب. إيه. الجوزة جميلة. طيب الآن عندنا الهقع والهنع وحزام الجوزة وهذه كلمة كوكبة الجبار. إيه. اسم يوناني. إيه. ماخذ من اليونان. من اليونان. إيه. وش لنا حنا يا العرب الجوزة. الجوزة. إيه. الجوزة هي الثلاث نجمات ذي. الجوزة عند بعضهم الثلاث نجوم وعند بعضهم عند العرب القدماء كل هذولي. كل هذه تسمى الجوزة مع هذا لأن هذه ذوائب الجوزة هذول يسمونه النظم نظم الجوزة. إيه. ورجل الجوزة ومنكب الجوزة وكوس الجوزة هذه كلها تبع الجوزة. إيه. واللي يتسمى الهقعة والهنعة. والهقعة والهنعة الهقعة من الجوزة الهنعة لا الهنعة إيه برا شوي لا الهنعة بالقوس بالقوس. إيه. لكن اللي هو لكن عند العرب تسمى الجوزة. إيه. وعند الأولين تسمى الجوزة. إيه. عبد الله اللي عارف ان في توقيت عندك بالبرنامج اللي تشتغل عليها الان. اي يعني تقدر تدخل وتطلب النجمه بعد شهر. اي هذا التوقيت. اي الجمعه 15 سبتمبر. اي ممكن تخليها قبل شهر 15/8 مثلا. اي ممكن تغير الوقت من الليل للنهار للنهار. يعني برنامج ما شاء الله. حاولت أعرف أقول لك نزلت لكم صورة البرنامج. ما ليش أبو عبد الله ترى يعجب يعجلها أنا. الله من أجمل النجوم الخضر ذول الأقمار الصناعية اللي تمر بهالوقت. إيه الخضر. إيه هذه طبعا الجوزة وهذا الهقعة اللي فوقه هذا الدبران التويبع. طيب كلمة الدبران عربية. إيه. والتويبع. التويبع كلمة عامية ولا عربية؟ التويبع مشهورة الآن والمجيدح. إيه. عند أهل الطائف يسمونها المجيدح. المجيدح. إيه. لكن إيه. عند العرب القدماء من دون التصغير عندهم التابع والمجدح. إيه. نفس الأسماء يعني قلنا الدبران. إيه. أو التابع أو المجدح. إيه. كله عرب أو المجيدح أو المجيدح. إيه. كله عربي يخصها. إيه. الله يبيض وجهي. طيب مسجل بالبرنامج الآن أنت قدامي الدبران صح؟ إيه. طيب مسجل المجيدح وهذه هذه نضغط على الاسم. أيوة على الاسم. إيه. أيوة رفعت المعلومات. إيه. يقول معروف أيضا باسم. إيه. اللي هي الأسماء الثانية الثانية. إيه. بالتفصيل. إيه. لكن المفروض أنه بعد يطلع الأسماء العربية الثانية. بيض الله. وشي بنزل القمر اللي يمر عليها القمر. إيه. إيه مساره. إيه. فحنا على الدبران. إيه. نفس الشيء ما أعطانا الأسماء الثانية لكن المفروض أن تكون موجودة بال. المهم البرنامج متعدد. إيه. وبس لا يفوتكم طبعا من خلى عادته قلت سعادته تم الحصول على الله يبيض وجهه أبو عبد الله أخذناهن بيشو الله يبيض وجهه وطلعنا على بعض الخرائط اللي جاز لي عنده أبو عبد الله شلته الله يبيض وجهك يا أبو عبد الله وأكرمك الله
وكثر خيرك. وياك الله يسلمك. ألف شكر لك. هلا والله حياك الله. الصراحة يوم لا ينسى بالنسبة لي. الله يسلمك، شلونك فيت؟ إي والله، وأنا والله اللي مقصر. الله يسلمك. إي والله، الله يجزاك خير. تامرنا شيء؟ توصينا شيء؟ أسعدتنا. ألف شكر لك يا بعد. الصراحية الله يسلمك. الله يجزاك خير. هلا هلا. أكرمك الله يا أبو عبد الله. الله يسلمك ويبارك فيك. ألف شكر. من أقول من الساعات اللي ما تنسى. الله يبارك في أيامك ويجزاك خير ومعلومات. عاد اللي بيزود المعلومات على تويتر أو ياخذ كتب أبو عبد الله، والله يبارك له ويوفقكم. الله يسلمك. شكرا لك أبو عبد الله. الله ونبي نعيد الزيارة لأن في أسئلة ثانية. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يجزاك.